احمد عيد عبد الملك. ومع تقدم كاري زملكاوي والدخول كان للاعب عمرو طارق اللي لم يجد حل لايقاف وخطوره هذا اللاعب اللي انطلق عدى من حسن الشامي، والدخول واضح وركله جزاء صحيحه بيتحصل عليها فريق الزمالك. احمد عيد عبد الملك ركله جزاء رقم 59 في بطوله الدوري. هل يسجل احمد عيد مع الدقيقه 85؟ هل ينهي الامور تماما؟ هل يؤكد احقيه الزمالك بالثلاث نقاط؟ اوبا جول، جول ثاني لمصلحه فريق الزمالك، وهدف هو الثاني لاحمد عيد في بطوله الدوري، سجل في مرمى الاسيوطي في اللقاء الماضي، والان يسجل في مرمى الجونه ويوقع على ثاني اهدافه في بطوله الدوري وفي مرمى الجونه مع الدقيقه 85 من ضرب الجزاء الصحيحه احتسب حكم اللقاء محمود البنا. ادي امامنا ايمن حفني، وادي دخول عمرو طارق، وادي امامنا على الصوره في الارض بالعاده احمد عيد اللي وقت القاهره. ادي امامنا اعاده لهدف اللقاء الثاني من خلال ركله الجزاء احتسب حكم اللقاء، ودي ركله الجزاء رقم 59. كان لدينا 58 ركله قبل هذه الركله، وبالتالي